مثلا الجواز بقعات تكاليف والله. لحظة خلونا نتحسب، هو يقول ب 15 مصورة، حلو، طيب ب 80 قاعات، قاعة رجال وقاعة نسوان، الميز ما حسبناه. الميز ما حسبناه يا ابويا. المصورة ليش اروح اخذ لي ب 15000 مصورة؟ انا اخذ لي كاميرا من جرير ب 1000 ريال واعطيها واحدة من خواتي تصورني، ليش الكذاب الفاضي؟ والله انها كذاب على غير سنة، على فشخرة كذابتي انا ما ابغيها. في مصورات اقل، وينهم؟ طيب يلا علمونا عنهم. الدقاقة ب 30000، دق الله قلبك انت والدقاقة ب 30000، اروح اعطي لي واحدة 30000 لا ادق على عبد الله بن مخلص يجيني. هلا، السلام عليكم. السلام عليكم. هلا، كيفك اخوي؟ والله بخير، انت كيف حالك؟ الحمد لله. والله ايش فيك؟ ما في تنفذين احكام؟ اي عادي. ودك تقربين الكاميرا شوية كذا؟ ايه كله وجهك ايش كبره. وجهك ولا غادرك، الله يجزاك خير. طيب منين انتي؟ موديل نسرين. منين من انتي؟ الشرقية، من الشرقية. ما شاء الله ممتاز. و تنفذين احكام صليخي ولا؟ أي أحكام يعني تناسب بنات؟ جوالك فين؟ هون في المكيف؟ كيف؟ الجوال حقك انت مدخلتنا في المكيف يعني ولا؟ لا لان في صوت اجعاز مرة هواء. طيب خلاص اسكت يا هوا، سكتني انا. اسكت يا هوا. في اغنية حقت رايق يا هوا يا هوا. ايوه سكتنا على الهوا. يوصل الحين هوا ولا خلاص؟ طيب انت تشتغلين موديل؟ ايوه. فين تشتغلين؟ فين وش؟ لا يعني عروض، عروض يجيني يعني انه ميك اب. انت الحب يا ابو صقر، الحب اللي طبيت الحب. طيب انت ليش ماسكه يعني دغادغك يعني؟ ما ادري، احسك انت قلت لي قربي، فقلت خلاص احط يدي كذا وانتهى. دخلك قربي دغادغك، الله يجزاك دغادغك، والدنيا كلها مكفوشة. لا عادي عادي. يلا كم عمرك انتي ولا ما تعلمين؟ مكتوب فين مكتوب؟ بالباب. اضحك لا تكتمينها، ترى يجيك كمال فاحش فوق قلبك. لا لا، أنا في تقويم أحب يطلع. عادي، انا يوم كنت مركب تقويم كنت امشي كذي، ابغى الناس ما يزعلون من أحب، ما الموضة أحب تخافين شكل عالي يعني، ما أحب شكل عالي. عشان كذا. شوف سوي والله حبابة عادي لا والله يضحك. يعني. لبى ابوك ابو صقر، ارحب يا حبيبي. طيب انا عندي نكتة خلاص جديدة، في ماسورة مسجونة، ليش تهرب أنا موية؟ مكتومة. اضحكي لا تكوني باصمة. لا طيب لا عندي تضحكني. نكتة جديدة، في دجاجة مسخنة، وش جابت؟ دجاج مسخن. لا، بيض مسلوق. ما ابي اطلع والله، يضحكني. والله انه حلو، ليش تستحين من نفسك؟ خليك واثقة في نفسك. شوفي انا مانو خنفوري اكبر منها ما في، وعادي اطلع بخشمي.
مو النبوة واثقة ولا لا، بس الأسماء يعني التقويم يضحك كبير. عادي ما يرزق. طيب أنا عندي نكتة ثالثة. لا في بقرة عندها جفاف، وش جابت؟ حليب بودرة. والله انها حلوة بس انت معقدة، ما تضحكين. قاعد أضحك من داخل. طب اخر نكتة، اخر نكتة. في نملة ما تقدر تدخل من تحت الباب، ليش؟ دبة لا، مسوية تسريحة. خلاص انشلت ايدك هني، قربي الكاميرا من اول علمناك. الرأس، بس صار الرأس كبير يعني كله رأس. ضروسي كبيرة، راسي يا بتخليك، تخليك واثقة في نفسك. والله ما عينك تعيشين كذي يا ترى، والله العظيم اللي بيحبك بيحبك عشان نفسك، ما عشان تقويمك ولا عشان صنادحك تاعك اللي كنا صدام كابرس. انت تبكين؟ أضحك، أنت تضحكني. والله ما ادري بكيتك من ضحكتك، من ذكرت طيب انا عندي سؤال. إيش؟ نسيت السؤال، إيش أحكامك؟ انتي احكمين يلا. أنت اللي فزت. اعتبري سكورك سكوري وسكوري سكورك، انت حكمين أنا سماح والله، كنت بعطيك سماح ورب المصحف. ورب المصحف. سوي كذي اشوف مساندي. شو استهزأ فيني؟ لا والله ما تهزأ فيك، لا يا بنت تعوذي من الشيطان، نتمزح معك يا ما خدعة. أحب أن أضحك لأن التقويم مع طيب المطاط. انا بقول نكتة بكيفك، أنا هديني كتب. حطيت مطاط خايس، والمطاط طالع لونه خايس فعلا. وش اللون اللي حطيتيه؟ اسود؟ لا أحمراني. واو منك احمراني. طيب اسمع اسمع يا مود النسرين، انا بضيفك بضيفك نشوفك على خير وقت ثاني، فرصة سعيدة، نشوفك على خير، في امان الله. يا عيال احس البنت هذه هادية بشكل، وفي كومنتات شفتها والله انها تعبتني، في واحد كومنت يقول انا مشرف عندها، هذه مقعدة ما ادري